العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان. والحقيقة هتكون برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيره السوداني عمر البشير. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال في تصريحات لبوابة أخبار اليوم أن القمة المصرية السودانية ستبحث دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أنه من المقرر عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. أضاف المتحدث باسم الرئاسة أيضا أن القمة المصرية السودانية سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والسودان في عدد من المجالات، بين طبعا من بينها الكهرباء، السكك الحديدية، الطرق البرية، الأمن الغذائي، وصولا للتكامل المنشود بين البلدين. أكد السفير بسام راضي في نفس السياق أن العلاقات المصرية السودانية شهدت نقلة نوعية والعديد من الإنجازات في كافة المجالات، وبدأت بالفعل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي والاتفاق على ربط السكك الحديدية بين البلدين وغيرها من أوجه التعاون في مختلف المجالات. كما أضاف راضي أيضا أن القمة التي تعقد اليوم الخميس هي الجولة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة، حيث عقدت الأولى في أكتوبر 2016 بالقاهرة. ووضح أن هذه الزيارة هي الزيارة رقم 6 للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، واللقاء رقم 24 اللي بيجمع الرئيسين السيسي والبشير. أوضح أيضا بسام راضي أن الرئيسين السيسي والبشير سوف يفتتحان اليوم على هامش القمة معرض إي جي ميد برو للمنتجات الطبية في قاعة الصداقة بالخرطوم، وهو المعرض اللي بيمثل خطوة جديدة ومهمة جدا على طريق التبادل التجاري بين مصر والسودان، ودعما للشراكة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين. ده كان خاص بموضوع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان اليوم الخميس. طيب امبارح كمان كان في خبر مهم